بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات التعليم المدمج، هنكمل مع بعض المحاضرة الثانية إن شاء الله. إحنا كنا بدأنا نتكلم على الفصل الثاني، وقلنا إن الفصل الثاني مش هنقدر إن إحنا نتوغل فيه بشكل كبير. السبب في كده إن هو أساسا عبارة عن تمهيد لكل الفصول اللي جاية بعد كده، فإحنا هنكتفي في الفصل الحالي اللي هو الفصل الثاني اللي انا هوريه لكم دلوقتي، اللي هو دورة التسويق خلال مراحل دورة حياة دور التسويق خلال مراحل دورة حياة المشروع الصغير. هكتفي باللي هقول لك عليه بس، اللي هو ده الشكل ده فقط. يبقى انت ما عليك انك تعرف اول حاجة مراحل دورة حياة المشروع الصغير اللي هما الخمس مراحل، والخمس مراحل دول كل مرحلة منهم التسويق له دور. المفروض ان المرحلة دي كل مرحلة منهم بتعبر عن فصل، والكلام ده انا قلته في الايه في المحاضرة الاولى، بس بأكد عليه الايه في المحاضرة الثانية. فهنمر عليه مرور كده سريع، مش هنقدر ان احنا نتوغل فيه بشكل كبير عشان اقدر ادي الفصل الثالث ايه حقه. فالفصل زي ما احنا بنقول كده، ان في الفصل الثالث احنا هنتكلم فيه مرحلة التفكير في تأسيس مشروع صغير وتوليد فكرته. دي أول مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع الصغير، إن أنا يبقى في عندي الفكرة، أولد الفكرة، وإزاي إن أنا إيه أحددها. طب دور التسويق في كده بقى بيعمل إيه؟ قال لك إن هو بيبقى بالنسبة لي أنا عشان بحوث التسويق بيساعدني في إن هو يوفر لي هذه الأفكار. خلاص؟ بيوفرها لي من الفكر من السوق، سواء كانت بقى عن طريق مصادر خارجية، مصادر داخلية. يعني ممكن يكون في عاملين داخل المنظمة هم اللي يوفروا لي هذه الأفكار، أو إدارة، أو مثلا إدارة فيها نوع من الابتكار أو البحوث والتطوير. وممكن يكون جاي من العملاء، ممكن يكون جاي من المنافسين، ممكن يكون جاي من الموردين، ممكن يكون يعني فاهمين قصدي؟ في هذه الحالة هنا مصادر التوليد دي مين اللي بيجيبها؟ التسويق في كل الأحوال. النقطة التانية كمان، هو اللي بيقدر يقيم لي الفكرة دي صالحة للتطبيق ولا لا. يبقى أنا في عندي التسويق، أنا بيساعدني في هذه المرحلة، مرحلة التفكير وإن أنا أولد فكرة معينة بحاجتين. هو اللي بيوفر لي المعلومات الخاصة بي أو الأفكار الخاصة بهذه المرحلة كلها، سواء كانت من مصادر داخلية أو خارجية. وفي نفس الوقت كمان هو اللي بيقيم كل فكرة إذا كانت صالحة للتطبيق ولا لا. دي نقطة. النقطة الثانية اللي هي أو المرحلة الثانية، مرحلة دراسة جدوى فكرة المشروع. طب في هذه المرحلة أنا عشان أدرس الجدوى بتاعة المشروع إذا كان هو هيتطبق ولا لأ، عايز أشوف التسويق هيساعدني في هذه المرحلة إزاي. قال لك إن هو بيحدد لي مدى وجود جدوى تسويقية لفكرة كلمة جدوى تسويقية يعني هيكون في طلب على المنتج بتاعي ولا لأ. من الآخر كده خلاص، بيدرس للطلب، بيعمل تنبؤ بالطلب، بيشوف لكمية الطلب مقارنة بالعرض، بيشوف المنافسين عارضين قد ايه من المنتجات. يبقى في هذه الحالة ده دور التسويق. يبقى دور التسويق في مرحلة دراسة الجدوى التسويقية ان هو بيحدد لي، او مرحلة دراسة الجدوى فكرة المشروع بشكل عام، هو بيحدد لي مدى جدوى تسويقية للفكرة دي، ومدى امكانية ايه تحقيق ارباح من ورا ايه من ورا هذه الفكرة. ده كان في الايه بالنسبه اللي طبعا هندرسه ان شاء الله باذن الله في الفصل الرابع بالتفصيل. في الفصل الخامس اللي هو مرحله وضع خطه الاعمال للايه للمشروع. طبعا هنا بنقول ان هذه المرحله هي المرحله الثالثه. دور التسويق هنا ايه بقى عشان يحط لي خطه اعمال هيعمل ايه المشروع في هذه المرحله. بيقول لك انه بيحدد الاهداف التسويقيه، بيشوف الاهداف التسويقيه اللي المنظمه عايزه تحققها، من حيث مثلا عايز اتحقق نسبة معينة من الحصة السوقية، عايز اتحقق نسبة معينة من المبيعات، عايز اتحقق مثلا معدل نمو تسويقي معين، عايز اتحقق حاجات كتيرة جدا، رضا العملاء، تعمل ريكفرنج او تجيب العملاء اللي هم كانوا متحولين الى منافسين اخرين. وفي عندي اهداف كتيرة جدا. فهنا في المرحلة دي، مرحلة وضع خطة الاعمال، ان التسويق المفروض هو بيعمل ايه؟ بيحدد لي ايه هي الاهداف التسويقية اللي المفروض ان انا احققها في هذه المرحله. مش بس الاهداف التسويقيه، تجزئه السوق، من حيث ان انا احدد
الشريحه المستهدفه، احدد القطاعات اللي انا عايزه اخدمها، ان انا احدد البوزيشننج اللي بنسميه حاجه اسمها الاس تي بي اللي هو عباره عن سيجمنتيشن اللي هو التجزئه، التارجتنج اللي هو الاستهداف، استهداف او الحس الاستهداف اللي هو يعتبر بالنسبه لي الشريحه المستهدفه اللي انا عايزاها، العملاء اللي انا عايزه اديهم هذه المنتجات او اطبق عليهم المنتج اللي انا انتجته، والبوزيشننج ان انا احقق مركز معين لايه للمنظمه في السوق او للمنتج في السوق. في حاجه اسمها الاس تي بي اللي هي بنسميها مرحله ايه وضع خطه الاعمال الايه للمشروع، سواء كان من حيث السيجمنتيشن اللي هو التجزئه، او من حيث التارجتنج استهداف الشريحه السوقيه اللي انا عايزاها، او من حيث البوزيشننج اللي هو عباره عن ايه، عباره عن تحديد مركز معين سوقي اللي هو يعني مكانه في الايه في السوق. يبقى هو بيحدد اهداف تسويقيه، تجزئه السوق، بيحدد القطاعات المستهدفه والمركز الخاص بايه بالسوق واختيار الاستراتيجيات المناسبه لها. طب دي المرحله الثالثه. المرحله الرابعه هو مرحله تاسيس المشروع وافتتاحه وادارته، ان انا هاسس المشروع بقى وانفذه بالفعل. طب يبقى هنا هيبقى دور التسويق ايه، ان انا عمليه الناحيه التنفيذيه دوره بقى قال لك اجراء العمليه بقى التاسيس والتجهيز، ان انا اختار على سبيل المثال الاستراتيجيات الخاصه بالمزيج التسويقي، سواء من حيث التسعير، من حيث الترويج، من حيث التوزيع، من حيث المنتج نفسه اللي انا ها ها يعني هقدمه للمستهلك، من حيث مثلا عمليه تنظيم فرق التسويق ها والبائعين، وان انا ادربهم كل الحاجات دي كلها، ابدا ان انا افتح الفروع اللي انا هوزع فيها، هختار نوع التوزيع سواء كان توزيع مباشر او غير مباشر. يبقى في هذه الحاله انا بقى ايه دي الحاله اللي هي خاصة التطبيق الفعلي للايه للمزيج التسويق. ده بالنسبة لمرحلة تأسيس المشروع وافتتاحه. طب المرحلة الأخيرة بقى، ان انا عايز اتاكد ان المشروع فعلا حقق الاهداف الايه اللي انا كنت برغب فيها في بداية المشروع. فهيعمل ايه بقى؟ هيعمل حاجة اسمها ايه، قياس الاداء الخاص بالايه بالاداء التسويقي، يشوف مقارنة حاجتين ما هو مستهدف بالايه بما تم تحقيقه بالفعل. هيقارن بين حاجتين ويشوف هل في فجوه ما بين الاهداف اللي انا كنت وضعاها والنتائج اللي انا حققتها. لو في فجوه طبعا ممكن تكون هذه الفجوه سلبيه، او ممكن تكون فجوه ايجابيه. لو كانت الفجوه سلبيه فهيبدا يدور ايه المشكله، يعني ايه الفجوه سلبيه ان انا ما حققتش الاهداف بتاعتي، يبدا يشوف ايه الاسباب اللي دعت الى عدم وصول لهذه الاهداف، ويبدا يعمل لها ايه يعني تعديل، ويكتشف ايه المشاكل عشان خاطر يعدلها. طب لو العكس بقى، لو في فجوه ايجابيه، الفجوه الايجابيه معناها ان كنا انا حققت اكتر مما كنت متوقع، فلازم اعرف ايه السبب برضو لهذه الفجوه الايجابيه، بحيث ان انا ادعم لو مثلا في زياده في المبيعات، في زياده في الاقبال على المنتج، لو الحاجات دي كلها لازم اعرف برضو ايه الاسباب عشان اقدر ادعمها واقدر ان انا ايه ااكد عليها. فعشان كده انا بيقول بقيس الاداء التسويقي، بقيمه في ضوء المعايير المستهدفة اللي هي الأهداف اللي أنا كنت وضعها، عشان أضمن إن المشروع هيفضل يكمل، والمنتج اللي أنا هنزله في السوق هيفضل إيه هيبقى عليه إقبال. خلاص. وده طبعا من خلال إيه، إن أنا زي ما قلت لك بقى مقارنة ما بين النتائج المستهدفة وما بين النتائج اللي أنا محققها والأهداف الإيه أو المعايير اللي أنا وضعها. وأبدأ طبعا دايما أدور في إيه في إذا كان في فرص جديدة عشان أستغلها أو أقتنصها. ده كله ايه يعتبر بالنسبه لي كده خلصنا الفصل الثاني، اللي هو ببساطه شديده جدا بيتكلم على دور وظيفه التسويق في كل مرحله من مراحل دوره حياه الايه المشروع الصغير. هننتقل بعد كده الى الفصل الثالث اللي هو دور التسويق في مرحله التفكير الايه في انشاء المشروع صغير. والحقيقه دور التسويق في هذه المرحله هو يعني هنتكلم على كذا نقطه. زي ما احنا بصوا احنا لما جينا اتكلمنا على الدور ده اللي هو الفصل الثالث، مرحله التفكير في تاسيس مشروع صغير وتوليد فكرته، هنتكلم عنه بالتفصيل في الايه في الفصل الثالث. طيب هنتكلم على ازاي ان احنا نشوف ايه هي المعايير اللي انا بخلي فكره معينه من افكار عندنا افكار كتيره جدا، ايه اللي يخليني اقول ان الفكره دي فرصه، وايه اللي يخلي الفكره دي مش فرصه ولكن يعني لا تعتبر بالنسبه لنا حاجه جديده يعني متعارف عليها. دي نقطة عايزين نعرف ايه هي المعايير دي، سواء كانت من حيث عوامل السوق، عوامل الميزة التنافسية، وربحية الفكرة وملائمة الأسعار الايه لقدرات العملاء. دي حاجة هنتكلم عن المعايير المرتبطة، ان انا عشان اقول ان الفكرة دي فرصة يبقى انا في عندي مجموعة من الايه من المعايير هنتكلم عنها. النقطة الثانية،
في عندي مجالات تسويقية لتوليد أفكار رائدة للمشروع الصغير، يعني في عندي مجموعة من المجالات التسويقية اللي هتخليني أولد أفكار. إيه هي المجالات دي؟ هنتكلم عنها. طب كمان في عندي مجالات وفرص للأعمال الصغيرة في مجال التسويق، هنتكلم عنها. بعد كده نشوف بقى مفهوم الميزة الإيه؟ الميزة التنافسية. في حاجة اسمها الميزة، مفهوم الميزة التنافسية، إن أنا هتعرف على شروط فعالية الميزة التنافسية، أنواع وأبعاد المزايا التنافسية، هتكلم عنها إيه بالتفصيل، ودي هتبقى آخر حاجة في الإيه في الفصل إيه التالت. طيب تعالوا نشوف مع بعض إيه هي معايير اعتبار فكرة المشروع الصغير فرصة تسويقية، اللي بيخليني أقول إن المشروع الصغير ده فعلا يعتبر بالنسبة لي فرصة. هنا قال لك ان اي منتج بيتم تقديمه للسوق او اي خدمه بيتم تقديمها للسوق هي لابد انها تكون بتلبي احتياجات السوق، يعني ما يكونش في حاجه مفتعله، لا هي حاجه حقيقيه موجوده داخل العملاء، وانت قدرت بالماركتنج ريسيرش او البحث التسويقي قدرت تتعرف عليها وبدات تلبيها لمين؟ للعملاء. هنا قال لك ان انت لما تاخد قرار ان اذا كانت الفكره دي جيده ولا لا او تعتبر بالنسبه لنا جديده، ممكن ان انت تعتبر بالنسبه لي هذه الفكره فرصه تسويقيه وتبقى يعني حاجه مهمه جدا في السوق، وتبقى واعده وتبقى يعني ليها مستقبل كبير جدا لما تاخد العديد من العوامل اللي انا هتكلم عنها دي في الاعتبار. ايه بقى ايه اللي خلي الفكره دي انها تكون واعده وانها هتبقى يعني هتحقق لك دخل كبير او هتحقق لك كميه كبيره من النجاح؟ لما تاخد في الاعتبار ثلاث عوامل أساسية أو ثلاث معايير رئيسية عشان أقدر أحول الفكرة إلى فرصة تسويقية. واحد هي عوامل السوق، اثنين ميزة تنافسية، ثلاثة ربحية الفكرة ومناسبة الأسعار لقدرات العملاء. ثلاث حاجات أساسية. عوامل السوق هنتكلم عنها بالتفصيل، الميزة التنافسية يعني إيه الكومبيتيتيف أدفانتج يعني إيه، ثالث حاجة ربحية الفكرة ومناسبة الأسعار لقدرات العملاء. طبعا إيه القدرة الشرائية؟ إن أنا لازم أتأكد إن المنتج اللي هنزله هيتلائم مع الشريحة المستهدفة وكمان الدخول بتاعتها أو إيه أو المستوى الدخل الخاص بيها. طب تعالوا نشوف كده. أول حاجة بالنسبة لعوامل السوق، يعني إيه عوامل السوق؟ من حيث التوقيت، من حيث الـ يعني المكان، من حيث مدى حداثة المشروع زي ما قلت لك فكرة جديدة، من حيث ان يكون المكان اللي انا وضعت فيه المشروع يكون مكان مميز. يبقى في هذه الحالة بنتكلم على عوامل السوق، وبشوف ان هو كمان تلبية المشروع ده تلبية احتياجات المواطنين. خلاص يبقى او العملاء. يبقى انا لما بقول على عوامل السوق يبقى انا بدرس الايه السوق من جميع ايه الزوايا بتاعته، سواء كان من حيث التوقيت، من حيث المكان، من حيث الايه، من حيث تلبيه الاحتياجات الخاصه بالايه بالعملاء. تاني حاجه اللي هي الميزه التنافسيه، هنا بيقول لك ان انا عشان احقق الميزه التنافسيه، يعني ايه كلمه ميزه تنافسيه؟ احنا لازم نعرف يعني ايه ميزه تنافسيه عشان اقدر احكم على المشروع ده الجديد او المشروع الصغير ده هو بيحقق لي ميزه تنافسيه ولا لا، فلازم نعرف مفهومها. هو هنا بيقول لك ان المنتج او الخدمه المرتبطه بتنفيذ فكره المشروع الجديد انت بتكتسب انها تبقى ميزه تنافسيه من الناحيه العمليه، يعني من الناحيه العمليه كده بغض النظر عن المفاهيم اللي هنتكلم عنها بعد شويه، هي لو العميل شاف او راى ان المنتج ده بيحقق له فوائد او منافع، هذه المنافع تفوق المنافع او الفوائد اللي بيقدمها المنافس الايه المنافسين في نفس المجال او في نفس الايه النشاط. خلاص ده معنى كلمه الميزه ايه الميزه التنافسيه. يبقى المشروع ده بيقدم لي مزايا احسن بكتير من المشروع التاني، من حيث الاسعار، من حيث المعامله الكويسه، من حيث الجوده، من حيث اي، شوف ايه الميزه بقى اللي ممكن تنشا من الايه من هذا المشروع مقارنه بالمشروعات الاخرى. تالت حاجه هنا بيقول لك يجب ان تكون المزايا المحققه من وراء الفكره تكون قادره على كمان ان انا ازاي في بجانب الميزه التنافسيه لازم تكون المزايا اللي جايه من الفكره اللي انا هطبقها بتاعت الخاصه بالمشروع دي تكون مرتبطه او تقدر تواجه التحديات اللي ممكن ايه يقابلها الايه المشروع بالنسبه لمين؟ للمنافسه. يعني ممكن ما اجيش مثلا احارب عملاق، يعني مثلا اكون شركه الكترونيه الصغيره واحارب مايكروسوفت. طبعا تخلي بالك تشوف ايه التحديات اللي انت ممكن تقابلها وانت بايه بتقوم بيه
تطوير الفكرة بتاعتك أو تطبيق الفكرة الخاصة بالمشروع. دي تاني حاجة. الحاجة التالتة اللي هي ربحية الفكرة ومناسبة الأسعار لقدرات العملاء. هل الفكرة اللي أنا هطبقها دي، عشان أقدر أقول إن الفكرة دي تتحول إلى فرصة، هل الفكرة دي هتكون مناسبة للدخول الخاصة بالعملاء، ولا لو أنا طبقت الفكرة دي هتبقى غالية جدا؟ يعني الناس كلها معظمها عايزة تسافر المريخ، بس عشان تسافر المريخ هتتكلف تكاليف عالية جدا. يبقى في هذه الحالة دي بتلاقي شريحة معينة من إيه؟ من العملاء، مش كل العملاء. يبقى في هذه الحالة احنا لازم نعرف إن ربحية الفكرة دي هل هي هتلبي احتياجات العملاء، وفي نفس الوقت هتكون يعني العملاء نفسهم قادرين على دفع هذه قيمة هذه الخدمة ولا أو المنتج. عشان كده أنا بقول لك إن يجب أن تكون الفكرة التي يغامر بها رائد الأعمال اللي هو صاحب المشروع يعني بتكون مجزية له من الناحية المادية. يعني إن أنا زي ما احنا قلنا قبل كده ودرسناها وقلنا لازم يكون بندرس المشروع من الناحية الاقتصادية ونشوف مدى جدوى المشروع اقتصاديا، وهل المشروع هيحقق له الربح المناسب ولا لا. مش بس الربح المناسب، هل هو هيبقى فترة كده وتعدي ولا في نمو وفي استمرارية للمشروع. عشان كده انا بقول لك يجب ان يتحقق هذا الربح عند اسعار منتجات تناسب قدرات العميل. لازم العميل يبقى ايه قادر ان هو يدفع ثمن السلعه او ثمن الخدمه المتاحه له، عشان وفي نفس الوقت تكون كمان بتحقق لمين؟ بتحقق لرائد الاعمال او صاحب المشروع الربحيه الايه المطلوبه. طيب في عندي مجالات تسويقيه لتوليد افكار رائده المشروع الايه الصغير. يعني ايه؟ يعني ممكن تكون الافكار دي ناتجه من مجالات عده. عشان اعمل فكره للمشروع جديده ممكن تكون هذه الافكار جايه من اكتر من مجال. ممكن تكون مجال تكنولوجي، يعني على سبيل المثال ايه اللي ممكن ان انا اعمل سوبر ماركت، السوبر ماركت ده ما فيهوش بني ادم وكل السوبر ماركت ده معمول بالتكنولوجي، حتى وانت بتحاسب ايه بالفيزا وبتحطه كده في صندوق، الصندوق ده بي بي يعني بيتفتح فيه زي الترابيزه كده بتتفتح بتحط فيها الصندوق بتعبي فيها حاجتك كلها وانت خارج ما بتعرفش تخرج الا لما تحاسب بالفيزا كده على زي بالظبط، تحط باركود لكل منتج من المنتجات وبتحاسب وبتمشي. دي فكره. هنا عايز استغل هنا ايه؟ استغل التكنولوجيا، استغل التكنولوجيا في توليد الفكره بتاعته ان يعمل سوبر ماركت من الف لايه؟ للياء، تكنولوجي تماما بحت. طيب ممكن كمان استغل الافكار دي في شكل الناحيه الفنيه، من ناحيه التسويقيه. يبقى في عندي مجالات كتيره جدا اقدر اولد فيها الافكار الخاصه بالمشروع الصغير باستخدام مجالات متعدده سواء كانت تكنولوجيه او فنيه او تسويقيه. خلاص طيب يبقى هنا النقطه الثانيه هيتكلم بقى في الشكل اللي جاي ده على مصادر الفكره المقترحه للمشروع. يعني في مصادر كتيره وهنشوفها في الشكل الايه اللي جاي ده. يبقى الاول بس نبقى عارفين ان في عندي مجالات هنا سواء كانت تكنولوجيه فنيه تسويقيه. طب هو هيمسك بقى الايه التسويقيه ويتكلم عنها بشكل تفصيلي عشان ده مجالنا احنا، ان احنا بنتكلم عن التسويق. يبقى انا يوضح الشكل التالي بعض المصادر ذات الطبيعه التسويقيه التي يمكن ان يختار رائد الاعمال من بينها كمصدر للفكره. يعني في عندي مجالات تسويقيه نتكلم عنها، اتكلمنا عن التكنولوجيه او الفنيه، وممكن نتكلم عن التسويقيه بقى في الايه في السلايد اللي جاي. بص بقى بالنسبه لمجالات تسويقيه كمصادر لتوليد افكار رياديه للاعمال. واحد، وجود فجوه كميه. يعني ايه وجود فجوه كميه؟ يعني الطلب اكبر من العرض. خلي بالك انت عندك في الكتاب الحته دي فيها خطا، هو مكتوب عندك العرض اكبر من الطلب بس ده خلط. هو المفروض الطلب اكبر من العرض، عشان كده حتى في التفسير مكتوب الطلب اكبر من العرض مش العكس. خلي بالك انا ظبطتها هنا عندي في الفيديو. يبقى هنا وجود فجوه كميه اللي هي الطلب اكبر من ايه من العرض، يعني في ناس كتيره مش ما عندهاش اشباع وعندها حاجات غير مشبعه، وانا كشركه هستغل الجزئيه دي واحاول ان انا ايه انتج لهم المنتج اللي يشبع احتياجاتهم ورغباتهم. حلو كده؟ طيب الفجوه الكميه فيها عندي اكتر من حاجه، يعني هي مرتبطه بكذا حاجه. في عندي فجوه كميه وفي عندي فجوه نوعيه. تعال نتكلم عن الفجوه الكميه. انا مش انت عندك في الكتاب الشكل ده وعندك كلام مرسل ومكتوب، انت حضرتك مطلوب منك الشكل ده لان هو نفس بالظبط الكلام المرسل ومكتوب، هو نفس الكلام بالظبط بنفس الشكل، بس ده يعتبر بالنسبه لك ملموم شويه
ومحكوم. فانا طالبه من حضرتك ده بالظبط، ان هو يعتبر بالنسبه لك الاسئله برضو موجوده داخل هذا الشكل. فلما نتكلم على وجود حاجه غير مشبعه، خلاص دي اول حاجه من ضمن ايه، يعني وجود فجوه كميه، تحتيها وجود حاجه غير مشبعه، اثنين دخول اسواق جديده او توسع، ثلاثه وجود طلب على صناعات ما. كل ده تحت كلمه ايه؟ وجود فجوه كميه. طيب تعالوا بقى نشوف ايه الفجوه الكميه دي. واحد، وجود حاجه غير مشبعه. عندي حاجه غير مشبعه اللي هي يعتبر ايه بالنسبه لي؟ الطلب اكبر من العرض، خلاص، طلب كامل لا تشبعه منتجات حاليا، يعني المنتجات اللي موجوده زي مثلا ما جت فودافون بعد كده، سوري، جه الاول موبينيل، بعد كده دخلت فودافون، بعد كده دخلت اتصالات، لان كان لسه الايه السوق مش متشبع بالايه بالنسبه للسوق المحمول. لكن دلوقتي خلاص هو اربع شركات وكفايه على كده. يبقى في الحاله هنا ده يعتبر بالنسبه لي لما يكون الطلب اكبر من العرض، في طلب كامل لا تشبعه المنتجات الحاليه. تاني حاجه، دخول اسواق جديده او توسع. برضه ماله بقى؟ قال لك بسبب زياده السكان. يعني انا ممكن ادخل اسواق جديده، يعني ايه؟ ان انا الطلب اكبر من العرض، ممكن يكون في شكل طلب كامل ومش مش غير يعني ايه لم يتم اشباعه بعد. اتنين، ممكن يكون في شكل ان في اماكن انا ما وصلتلهاش، خلاص، وبالتالي يعني ممكن يكون مناطق في الريف، مناطق في ال مثلا الاقصر واسوان، الحاجات دي كلها ممكن يكون لسه ما وصلت لهاش، فممكن اوصل لهم ويبقى انا كده دخلت اسواق جديده، تعتبر بالنسبه لي فجوه كميه. الجزء الثاني، او ممكن يكون ارتفاع قدراتهم الشرائيه وبالتالي انا هقلل السعر، فايه يبقى هوصل ايه، هوصل لهم برضه. وجود طلب على صناعات ما، يعني ممكن ايه عن طريق ان انا احقق يعني مثلا ببعض صناعات التغذيه من الباطن، يعني ان انا عندي مجموعه من الايه، ان انا زي ما انتم عارفين مقاولين من الباطن، بيبقى في عندي طلب معين وانا مش يعني الطلب ده غير مشبع، وبضطر ان انا اعمل حاجه ايه، ان انا اجيب مقاولين من الباطن. بجيب مقاولين من الباطن ليه؟ لو انا بتكلم عن العمران او بتكلم عن البيوت، ان انا امكانياتي وحدودي وقدراتي الانتاجيه ضعيفه، فبضطر عشان انا عندي طلب كتير على المنتجات، بضطر اجيب مقاولين من الباطن عشان ايه؟ عشان اقدر ان انا ألبي الاحتياجات الخاصة بالإيه بالعملاء. ده بالنسبة للفجوة الكمية. الفجوة النوعية بقى إيه؟ إن المنتجات اللي موجودة المعروضة لا ترضي العملاء، وبالتالي هم العملاء محتاجين. كلمة نوعية معناها إن مش مفيش منتجات، لا، في منتجات، لكن هذه المنتجات رديئة، هذه المنتجات لا ترضي احتياجات العملاء، وبالتالي هما محتاجين منتجات ذات جودة عالية، محتاجين منتجات يعني أحسن من اللي موجود. عشان كده أنت عندك كذا أسلوب ممكن تتبعه علشان تحقق الإيه، تسد هذه الفجوة الإيه النوعية. من ضمنها تعمل حاجة اسمها تقليد منتج مستورد أو منتج يعني محلي، ممكن تقلده، خلاص. معناها إنك بتعمل إيه، احلال المستورد بتصنيعه محليا. انا عندي حاجه مستورده ولكن زي فوانيس رمضان مثلا، انا بحلها واحط مكانها ايه، بصنع محليا، يبقى انا كده ممكن يكون المستورد وحش وانا بصنع محليا بجوده اعلى. ده مثلا. اثنين، ان انا بعمل استقصاء العملاء او الاحياء، ده معناه ان انا بسال الناس نفسهم عن احتياجاتكم ايه وايه مشاكلكم وايه المنتجات اللي موجوده دلوقتي بتسبب لكم ايه المشاكل اللي بتسببه لكم، وانتم محتاجين ايه عشان اقدر احط لهم الحل وانتج لهم المنتج زي ما هم عايزينه. ثالث حاجه، ممكن كمان اقلد فكره نجحت في مكان اخر، يعني مش شرط يكون ان انا اقلد منتج مستورد، لا، ممكن يكون في احد الافكار مثلا بطريقه معينه في افتتاح سوبر ماركت او في توزيع المنتجات الغذائيه على الارفف، اي طريقه معينه ممكن انا اقلد الفكره دي ما دام نجحت في مكان، انا اقلدها برضو عندي في المكان ده لو اني اتاكدت ان هي تصلح للتقليد. كمان في عندي حاجه تانية اللي هي صناعات حديثه ذات طلب. الحاجه الثالثه اللي هي صناعات حديثه او صناعات الحديثه ذات الطلب، دي معناها ان انا عندي اسواق رائجه واتصالات المحمول على سبيل المثال، يعني دي ليها طلب كتير جدا زي اسواق المحمول. اي حاجه هتنتجها في اسواق المحمول هتمشي،
سماعات هتتباع، كفر هتتباع، سكرين اللي هو البلاستيك اللي بيتحط هيتباع، لان هو عليه طلب، فبالتالي دي بنسميها اسواق ايه، رائجة. كمان استغلال عناصر الثروة المتاحة، ممكن تكون المنطقة المحيطة اللي انت عايش فيها، مش اللي انت عايش فيها او اللي انت هتصنع فيها، مشهورة بحاجة معينة، وليكن مثلا زي واحة سيوة مشهورة بالبلح خلاص او بالنخيل. يبقى في هذه الحالة انا بستخدم ايه، ممكن اعمل التمر ها واعمله بطريقة معينة، احط عليه شوكولاتة، احط فيه مثلا عين جمل، احط فيه مش عارف مكسرات، اعمله بطريقة مختلفة. يبقى المنطقة المحيطة بيا بتساعدني، الثروة اللي فيها الطبيعية بتساعدني ان انا ايه استغل الايه الفكرة دي بشكل ايه بشكل جيد. التوافر فرص للتصدير، كمان ان انا لو عندي فرصه ان انا اصدر، يبقى في هذه الحاله عندي طلب دولي ان انا ايه على احد المنتجات المحليه، ممكن يكون في طلب شديد على مثلا بعض المنتجات الزراعيه زي القطن زي البرتقال زي اي منتج، فده يساعدني فرصه اعمل ايه فرصه للتصدير، مش بس للتصدير كمنتج يعني ماده خام، لا كمان ممكن ان انا اعمله معلبات عصاير وبرضه ايه وبرضه ان انا ايه اصدر. يبقى دي بيعتبر برضو فرصه ان انا ايه اصدر المنتجات الايه اللي تم تصنيعها. كمان ممكن ارجع الى بنوك الافكار، يعني لو انا في عندي زي مثلا جهات البحث العلمي عندها كتير جدا من الافكار والمشروعات البحثيه اللي ممكن قابله للتطبيق، يبقى انا لو في عندي افكار معينه ممكن اروح لجهاز المشروعات زي ما قلت لك في المحاضره الاولى، ده ممكن يكون عنده افكار كتيره وممكن يساعدك كمان في تطبيق هذه الفكره. يبقى في هذه الحاله دي بسميها الرجوع إلى بنوك الأفكار، بحيث إن أنا بلجأ إلى مجموعة من الجهات المساعدة اللي بتساعدني وتقول لي بدل ما تضيع وقت في القيام بمشروع فاشل، لا إحنا بنقول لك إن هذا مشروع غير سليم ويفضل إنك أنت ما تمشيش فيه، أو العكس يقول لك إن المشروع ده تمام ويعني له الإيه هيبقى مكتوب له النجاح. طيب ده بالنسبة للمجالات التسويقية كمصادر لتوليد الأفكار. هنا بيقول خلي بالك إن مجالات عمل الأعمال الصغيرة في مجال التسويق. لو جينا بصينا لمجالات العمل بقى، احنا كده خلاص أول حاجة خدناها المجالات التسويقية كمصدر، إزاي إن أنا بستخدم المجالات التسويقية عشان أولد الأفكار الخاصة برواد الأعمال. طب كمان في عندي مجالات عمل، إيه مجالات العمل؟ يعني إيه هي الأعمال أو الأنشطة اللي ممكن تقوم بيها المشروعات الصغيرة؟ أول حاجة من ضمن المجالات اللي ممكن تقوم بيها المشروعات الصغيرة إن مجال الوساطة التسويقية أو العمل كوسطاء، اللي هم يعتبروا بالنسبة لي تجار الجملة، تجار التجزئة، السماسرة، الوكلاء، دول يعتبروا من ضمن المجالات اللي أنا ممكن إيه مشروع، أي مشروع صغير ممكن يفتح سوبر ماركت أو يفتح يعني محل تجارة الجملة. يبقى في هذه الحالة هنا بقول عليه دي مشروعات ممكن أو مجال من ضمن المجالات اللي أنا أستخدمها لقيام المشروع الصغير بإيه بنشاط ما. طب المشروعات بقى اللي هي بتعمل في مجال الوساطة أو اللي هم تجار الجملة وتجار التجزئة، بعرفهم بإيه بقى المشروعات دي؟ بقول عليها إيه؟ قال لك مشروعات متخصصة. أه متخصصة، لأن بنلاقي في تجار جملة متخصصين صح؟ سواء كان كذلك برضو تجار التجزئة يكونوا متخصصين، ممكن يكونوا كده وممكن يكونوا لا مش متخصصين، يعني بيبيعوا منتجات إيه؟ منتجات كتيرة. يعني ممكن تلاقي في مثلا في القصر العيني بتلاقي محلات كتيرة جدا للأجهزة التعويضية والحاجات الطبية، دي متخصصة خلاص مش بتبيع حاجة تانية. كذلك برضو في بعض المكاتب الهندسية ما بتبيعش غير الحاجات الهندسية، فهذه دي بسميها مشروعات متخصصة خلاص. قالك بتساعد منظمات الأعمال الأخرى الصغيرة أو الكبيرة على حد سواء في ترويج منتجاتها، بتساعدها طبعا المنتجات اللي هي ليه بقول عليها بتساعدها في ترويج منتجاتها، لأن هي وظيفتها البيع، بتبيع المنتجات للإيه للعملاء خلاص. طيب هنا قال إن المشروعات اللي هي اللي بنسميها اللي بتعمل في مجال الوساطة التسويقية أو الوسطاء، قالك هي من الآخر كده بتتعامل مع البيزنس تو بيزنس، يعني ايه او بتتعامل من شركه لشركه، لان الشركات اللي هي بتروج الاجهزه الطبيه او بتروج المنتجات الطبيه هي اساسا بتتعامل مع مين؟ شركه هي اللي بتاع الاجهزه الطبيه، سواء كان جهاز ضغط سكر الحاجات دي كلها، وبتتعامل مع
مين بقى، دكاترة أو عملاء مش تفرق يعني. لكن هي أساسا هي جابت منين المنتجات دي؟ من إيه؟ من شركة زيها، يبقى بيزنس تو بيزنس. طيب تعالوا نشوف ممكن إحنا نصنف مجالات عمل المشروعات دي وفقا لطبيعة الخدمات التسويقية اللي بيتم تقديمها على النحو الإيه؟ الموضع بالشكل التالي. أول حاجة لو جينا اتكلمنا على مجالات عمل المشروعات التسويقية، في عندي مجالات إعادة البيع اللي أنا لسه قايلة عليها من شوية، تجارة الجملة وتجارة التجزئة، هم الوسطاء. في كمان اللي هو التوزيع المادي، اللي هو ما بيبيعش خالص، هو بس بيعمل حاجتين، بيعمل نقل وبيعمل تخزين. يعني هو بيوفر على الشركات النقل وايه وعمليه التخزين، ان الاثنين دول بيكلفوا او ليهم تكلفه، فالشركه دي هتقوم او المشروعات الصغيره دي هتقوم بايه، بعمليه النقل والايه والتخزين. خلاص. طيب ثالث حاجه تقديم خدمات تسويقيه. هو افهمها لك ازاي بالنسبه للتوزيع المادي؟ يعني هنفترض مثلا ان انا عندي المشروعات الصغيره، عندي واحد عنده مزرعه، خلاص السوبر ماركت او البياع اللي هو اللي بيبيع في الشارع ده الجائل ده بيبيع مثلا ايه، او اللي هم اللي بيبيعوا خضار وبيبيعوا فاكهه، ده بنسميه تاجر ايه، تجزئه. وطبعا في منه تاجر جمله. طب عشان يوصل تاجر الجمله وتاجر التجزئه، لو هو مش بنفسه اللي بينقل وبيخزن، ده في واحد تاني بينقل من المزرعه لتاجر الجمله وتاجر التجزئه، بيخزن وبينقل، بياخد ايه في مقابل النقل والتخزين، هامش ربح. يبقى ده بنسميه التوزيع الايه المادي، هو لا بيبيع ولا حاجه، لكن هو بينقل بس وبيخزن المنتج. في عند تقديم خدمات تسويقيه زي بحوث التسويق، وكالات اعلانيه، ووسائل الاعلام، واستشارات تسويقيه، وتنظيم معارض وتسويق ايه رقمي، دي خدمات تسويقيه. كل دي تعتبر بالنسبه لي خدمات ايه، تسويقيه. طب بسرعه كده هنيجي نتكلم على العمل في مجال اعاده البيع. زي ما قلت لك قبل كده ان انا دي مشروعات صغيره بتعمل في مجال الوساطه، والهدف منها هو ايه، ان انا بعيد او ببيع المنتج لمين، للعملاء في النهايه، وقلنا زي تاجر الجمله وتاجر ايه التجزئه. وقال لك ان هم مهمتهم الاساسيه ان هم بيتوسطوا ما بين المنتج وما بين المستهلك علشان يحققوا هامش ربح، او يحققوا اي حاجه اسمها قيمه مضافه، او مبلغ ما نظير اعمالهم او الانشطه اللي هم بيقوموا بيها. وفي نفس الوقت هم لا يقطنوا الايه، لا يقطنوا المنتجات. خلاص. اللي هو مين بقى؟ طبعا هقول لك تجار الجمله والتجزئه بيشتروا منتجات من منظمات الاعمال، خلاص بيشتروها بينتجها ثم يعيدوا بيعها. في وسطاء تانيين مش تجار الجمله والتجزئه، هم تجار الجمله والتجزئه بيمتلكوها، لكن في وسطاء وظيفيون مهمتهم الوساطه بين البائع والمشتري، هم يعتبروا بالنسبه لنا الوكلاء السماسره. دول ما بيمتلكوش الحاجه، ما بيمتلكوش المنتج، ولكن بيبيعوه في مقابل ايه، في نظير اجر او في نظير عموله. يبقى في فرق ما بين تجار الجمله وتجار التجزئه، بيمتلكوا المنتجات، لكن في عندي وسطاء وظيفيون اللي هو بين قوسين الوكلاء والسماسره، دول مش بيمتلكوا المنتجات ولكن بياخدوا عموله في نظير الايه، ان هم بيبيعوا الايه، بيبيعوا المنتج. طيب في عندي العمل في مجال التوزيع المادي. قال لك في عندي الجزء الثاني اللي هو التوزيع المادي، زي ما قلت لك يا اما التخزين يا اما عمليه النقل. في بعض المشروعات الصغيره اللي بتهتم بان هي تساعد منظمات الاعمال الاخرى انها تخزن المنتجات، يعني من تاريخ انتاجها حتى يتم ايه توزيعها على الاماكن المطلوبه، او ان هم ينقلوها من مكان انتاجها لاماكن ايه توزيعها. المنظمات بقى قال لك بتفاضل الاعمال او العملاء بين هذه المشروعات على ضوء كذا حاجه. يعني مثلا عندي كذا واحد بيقوم بعملية التوزيع المادي، يعني كم واحد بيخزن، كم واحد بيقوم بعملية النقل، كتير. طب أنا على أي أساس هختار الشخص ده دون عن إيه، عن باقي العاملين في هذا المجال أو المشروعات الأخرى في هذا المجال، من حيث التسليم، السرعة، الأمان، الثقة، السمعة الطيبة. يعني بختار الشخص ده هو عملية التوزيع، الشخص ده عملية النقل أو التخزين عشان سمعته، وعشان التكلفة بتاعته قليلة، وعشان كمان السرعة، وعشان كده الايه الامان. يعني في كمان تقديم خدمات تسويقية مختلفة. قال لك طبعا ده تقديم الخدمات التسويقية اللي احنا لسه قايلين عليها شوية من شوية، اللي هي مثلا البحوث التسويق، وكلاء في اعلانات، بعمل مثلا استشارات تسويقية، بنظم معارض، الحاجات دي كلها، دي كلها بسميها خدمات تسويقية. طب انا عشان برضه اختار او افاضل ما بين مقدمي الخدمات التسويقيه، افاضل ما بينهم،
هفضل ما بينهم من حيث ايه؟ من حيث بقى الحاجات دي محتاجه بقى ابدا استشارات قانونيه واستشارات تسويقيه واعلانات و يبقى محتاج ابداع، محتاج ابتكار، محتاج الجوده طبعا والخدمه والسعر. مش ممكن طبعا ننكر الخدمه والسعر والايه والابتكار والجوده في تقديم الخدمات التسويقيه اللي احنا لسه قايلين عليها من شويه، سواء كان الاعلانات سواء كان التسويق الرقمي او استشارات تسويقيه. طيب هندخل بعد كده في حاجه تانيه اللي هي الميزه التنافسيه. ما هو المقصود بالميزه التنافسيه؟ الميزه التنافسيه تعتبر بالنسبه لنا، يعني بصينا كده هنشوف ناقص لنا قد ايه في الجزئيه دي. الجزء المتبقي كله على الايه؟ على الميزه التنافسيه. الميزه التنافسيه دي تعتبر بالنسبه لنا احد معايير التسويقيه اللي بترشد رائد الاعمال عند اختياره الفكره تعتبر فرصه امام تاسيس المشروع الصغير. يعني قلت لك قبل كده يعني ايه كلمه الميزه التنافسيه؟ ببساطه من غير ما ادخل لسه في التعريف، الميزه التنافسيه يعني ان العميل بيلاحظ ان في فرق ما بين المنتج اللي بيستخدمه بتاع شركتك وما بين المنتجات الاخرى المنافسه، سواء كان الفرق ده في شكل جوده، سواء كان الفرق ده في شكل تكلفه، سواء كان الفرق ده في شكل منافع زياده هو بيحصل عليها من المنتج بتاعك. المهم ان في ميزه تنافسيه هو بيشعر بيها الايه العميل مقارنه بباقي المنافسين اللي موجودين في السوق. فهنا بيقول لك ان الميزه التنافسيه بتمثل احد المعايير التسويقيه التي ترشد رائد الاعمال عند اختياره لفكره تعتبر فرصه امام تاسيس المشروع الصغير. ده لسه احنا قايلين فاكرين في الاول خالص لما جينا اتكلمنا على ما هي المعايير التي، لو تفتكروا فاكرين، معايير اعتبار فكره المشروع الصغير فرصه تسويقيه، من ضمن المعايير الميزه التنافسيه اللي احنا هنتكلم عنها بالايه بالتفصيل. تمام، يبقى دي قال لك من الاخر كده تعتبر الميزه التنافسيه هي احد المعايير للحكم على مدى ان فكره المشروع دي فرصه ولا مش فرصه. طيب الحقيقه الميزه التنافسيه تم تعريفها بطرق شتى، فمن احد التعريفات الخاصه بالميزه التنافسيه يمكن هنتكلم على ثلاث تعريفات النهارده على الميزه التنافسيه. التعريف الاول خاص ببورتر، خلاص. طيب اللي هو ايه؟ بيقول لك الميزه التنافسيه هي عباره عن تنشا بمجرد توصل المنظمه، اول ما بتوصل المنظمه او بتتوصل المنظمه الى اكتشاف طرق جديده يمكن تنفيذها ميدانيا يعني على ارض الواقع، وتكون اكثر فعاليه مما يستخدمه المنافسون. يبقى اول ما المنظمه تتوصل الى طرق جديده تكون احسن او اكثر يعني اكثر فعاليه وكفاءه مقارنه بالمنافسين، دي كده اسمها ميزه تنافسيه. في الحاله دي هو كده بورتر ربط ما بين الميزه التنافسيه وما بين الابداع، ان هو عمل طرق جديده. كلمه اكتشاف طرق جديده معناها ابتكار معناها ابداع. يبقى ده ايه؟ ده بورتر او مايكل بورتر قال ان لما يكون في ابداع او يكون في ابتكار ده معناه ان ده ايه مقارنه بالمنافسين يبقى اسمها ميزه تنافسيه. يبقى هو قارن ما بين حاجتين، ما بين الميزه التنافسيه والابداع. تمام. طيب كوتلر بقى او فيليب كوتلر عمل ايه؟ قال الميزه التنافسيه هي ميزه تكسبها المنظمه او تكسبها المنظمه على المنافسين. يعني المنظمه تكسب ميزه معينه مقارنه بالمنافسين عن طريق تقديمها قيمه اكبر للعملاء، تقدم قيمه اكبر للعملاء من خلال او باسعار اقل او عن طريق تقديم منافع اكبر تبرر الاسعار الاعلى. يبقى هو فيليب كوتلر قال ان الميزه المنظمه هتكسبها مقارنه بيه او هتحققها مقارنه بالمنافسين، وده من خلال انها تقدم قيمه اكبر للعملاء، اسعار سواء كانت القيمه دي بقى في شكل اسعار اقل او منافع اكبر زي جوده اعلى. خلاص، وبالتالي لو انا عملت جوده اعلى ممكن اعمل اسعار اعلى. يعني هو مش شرط يكون الاثنين مع بعض، مش شرط يكون الجوده اعلى والسعر منخفض، مش شرط، ممكن يكون الجوده اعلى والسعر اعلى والعميل قابل لان هو بيدور على الجوده الاعلى، وممكن يكون جوده اقل وسعر اقل لان هو بيدور على ايه؟ على السعر الاقل.
وممكن يكون جودة أعلى وسعر أقل، يعني ممكن جودة خلاص. طيب هنا جه قال لك الميزة التنافسية وفقا لهذا التعريف. هنا بقى فيليب كوتلر قارن ما بين حاجتين أو ربط ما بين حاجتين، ما بين الميزة التنافسية وما بين مين القيمة أو الفاليو اللي بيتم تقديمها للعملاء. فهنا قال لك إن الميزة التنافسية تم يعني ربطها بين أو ربط ما بين حاجتين، القيمة والميزة التنافسية. كان بالنسبة لنا لبورتر أو مايكل بورتر كان ربط ما بين الميزة التنافسية وما بين مين الإبداع أو الابتكار، طرق جديدة بقى. لكن ده لا مش طرق جديدة، ده هو بيقول القيمة اللي هيتم تقديمها لمين للعملاء هيربطها بالميزة التنافسية. طب كده نقدر نستخلص التعريف الثالث بقى اللي هو الباحثة أو الدكتورة هالة اللي وضعته أو استخلصت تعريف يعني ما بين الاثنين، سواء كان بالنسبة لفيليب كوتلر أو بالنسبة لمايكل بورتر. قالت إن بالنسبة للميزة التنافسية هي الخاصية أو مجموعة الخصائص التي تمنح للمنظمة التفوق على منافسيها. يبقى هي في هذه الحالة هي بقى لا قالت في هذا التعريف لا إبداع ولا قيمة، هي قالت أي خاصية تشمل ده، بتشمل بقى الإبداع وبتشمل القيمة وبتشمل كل حاجة. فهنا التعريف الخاص بيها يعتبر إيه أشمل وأعم. يبقى هنا الخاصية أو مجموعة الخصائص التي إيه تمنح أو تمنح للمنظمة إنها تتفوق على إيه على منافسيها. تمام. جه هنا قال إن الهدف ده عشان أقدر أحقق بقى الميزة التنافسية في عندي بعدين أساسيين لازم إن أنا أهتم بيهم أنا كمشروع. يبقى هنا يرتبط الهدف من تحقيق المشروع لميزة تنافسية ببعدين أساسيين، في بعدين أساسيين. في عندي القيمة المدركة لدى العميل، والتاني حاجة تأكيد حالة التميز. أدي اتنين، يبقى القيمة المدركة للعميل تأكيد حالة التميز. فهنا بيقول إن إدراك العميل لهذه القيمة، لما نتكلم على القيمة بقى نتيجة تعامله مع المشروع، بيخليه يكرر شراء منتجات المشروع بدلا من منتجات المنافسين. وأنا لما بتكلم على القيمة المدركة للعميل بقول إن إدراك العميل للقيمة دي، يعني إيه كلمة قيمة مدركة للعميل؟ إن العميل عارف إن المنتج ده سريع، إن المنتج ده ملوش سايد إفكت، إن المنتج ده مثلا لو بنتكلم على عربية زي بي ام سريعة فيها أمان فيها مش عارف بتحقق لي حاجات كتير، يعني هنقول فيها كذا كذا قيمة بالنسبة للعميل، يعني الثبات على الأرض كتير قوي. فهي دي بنسميها قيمة مدركة لدى العميل خلاص، بخلاف ان انا اقول لك مثلا 128 ليها، انت بتدرك ال 128 بطريقه ايه؟ بطريقه مختلفه، انها ارخص، انها اوفر للبنزين، انها يعني عربيه بتتحمل حاجات، كل اللي انت ممكن تقولها يعني. بس في المقابل هتقول بقى ما فيش برستيج، يعني فيها ليها حاجات تانية. فالقيمه المدركه لدى العميل قال لك ادراك العميل لهذه القيمه نتيجه تعامله مع المشروع، نتيجه ان هو بيتعامل مع المشروع ده، بيخليه يكرر شراء ايه منتجات المشروع بدلا من منتجات المنافسين. يبقى هو بيكرر منتجات المشروع بدلا من منتجات المنافسين، ده هيعزز من بناء علاقه ايه طويله الاجل بينهم، ويدعم بناء العلامه التجاريه ايه له. يبقى هنا بنقول كلمه القيمه المدركه للعاملين او للعميل، ده بيخلي العميل نفسه بيدرك القيمه الخاصه بالمنتج، وبيبدا من بناء على ادراكه لهذه القيمه يتعامل مع المشروع ويكرر شراء للمنتجات الخاصه بالمشروع، وبدلا ايه بدلا من منتجات الايه المنافسين. طبعا ده بيعزز او بيولد نوع من بناء العلاقات الايه العلاقات طويله الاجل ما بين الايه ما بين العميل وما بين الايه وما بين المشروع. بعد كده في عندي حاجه اسمها تاكيد حاله التميز. يعني ايه؟ يعني ايه تاكيد حاله التميز؟ معناه قال لك ان ده بيتحقق من خلال ان انا بعرض سلعه او خدمه المنافسين نفسهم ما بيقدروش يقلدوها بسهوله. ده كلمه التميز هنا معناه ان صعوبه التقليد، ما اقدرش اقلد بقى. ليه؟ لانها متميزه فريده ليها قيمه مرتفعه من وجهه نظر ايه العملاء، وده من خلال طبعا اوظف ايه الموارد بتاعتي، التوظيف الامثل للموارد والامكانيات اللي عندي. ده معنى كلمه التميز. التميز ممكن يكون في الجوده، ممكن يكون التميز في السعر، تميز التفرد، قولها زي ما انت عايز خلاص.
بتقدم لي خصائص جديده او منافع جديده مش بيقدمها، مش بتقدمها المنتجات المنافسه في نفس المجال. تمام. اخر حاجه بقى عندنا في الفصل الحالي الجزء الخاص بشروط فعاليه الميزه التنافسيه. الميزه التنافسيه فيها مجموعه من الشروط عشان اقدر اقول ان الميزه التنافسيه دي يعني فاعله او فعاله. في عندي اقدر احقق او اقول في مجموعه من الشروط. اول حاجه تكون حاسمه. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تكون ميزه تنافسيه وتكون في اخر قائمه. لا، ميزه تنافسيه يبقى ليك الاسبقيه وانك يكون لك التفوق على الايه؟ على المنافس. دي بسميها ايه؟ حاسمه. كمان تكون مستمره ومتجدده ومستدامه. ما ينفعش يبقى الميزه التنافسيه السنه دي انت نمبر 1، السنه دي السنه الجايه تبقى نمبر 2. لا، الميزه التنافسيه لازم تكون مستمره، لازم تكون متجدده. زي ما بتشوف كده مايكروسوفت كل يوم جديد وكل يوم في تطور. ليه؟ علشان بتحاول ايه؟ تجدد من نفسها وتقدم افكار جديده وتطور نفسها، والا هتموت. يبقى دي بسميها لازم تكون مستمره ومتجدده ومستدامه. قال لك تطوير الميزه التنافسيه وان انا بجددها بحيث ان انا بخليها تستمر فتره طويله معايا. المشروع نفسه يبقى ايه؟ بيبقى دايما يحقق نوع من السبق او نوع من الاسبقيه في الاجل القصير والاجل الايه؟ والاجل الطويل. الاثنين دول مع بعض. النقطه الثالثه كمان لازم ادافع عن الميزه التنافسيه. ادافع عنها ازاي؟ يعني ان انا ما اخليش المنافس يقلدها. في بعض الافكار اللي يصعب على ساعات بيبقى المنافس مش عارف انه هاو اصلا. خلاص؟ اللي هو اللي بيها يقدر ينفذ المنتج ده. فقال لك ادافع عنها ازاي؟ ان انا اخلي في حاجات معينه في المنتج يصعب على المنافسين هم يقلدوها او يحاكوها. كلمه محاكاتها او الغائها او تقليدها دي كلها بمعنى واحد. معناها ان لازم ادافع عن الميزه التنافسيه كل يوم في جديد. عقبال ما يقلد المنافس المنتج اكون انا عملت ايه؟ منتج جديد بايه؟ بفكره جديده. مش هيقدر يلحقني. كمان يكون في نوع من الايه؟ فلكسبيليتي او مرونه. لازم تكون مرنه الميزه التنافسيه دي. مرنه يعني ايه؟ ان انا كل شويه اغير الميزه التنافسيه. مره تبقى في الجوده، مره يبقى في السعر، مره يبقى في الشكل، مره يبقى في اللون، مره يبقى في الحجم. يعني الميزه التنافسيه بتاعتي ما هياش ايه؟ حاجه واحده. ممكن تتغير كل ما بين وقت للتاني. يعني في مرونه. انا ما بقولكش على طول هيبقى كده، لكن انا بقول ممكن تنتقل الميزه التنافسيه لو في حد من المنافسين دخل معاك فيها تنتقل انت الى ميزه ثانيه تنافسيه مختلفه، مش شرط تثبت عليها يعني. وطبعا الكلام ده وفقا للموارد الخاصه بالمنظمه والقدرات الايه؟ قدراتها كمان، يعني مواردها وفي نفس الوقت قدراتها. كمان بنقول ان الميزه التنافسيه بتكون نسبيه. يعني ايه بقى نسبيه؟ يعني بنقول ان هي مقارنه بالمنافسين. يعني هي الميزه التنافسيه نسبيه مقارنة بالمنافسين. يعني ايه؟ هنا بقول لك لا ينبغي ان تكون الميزة التنافسية متميزة بصورة مطلقة، ما تبقاش بشكل مطلق. يعني يصعب تحقيقها او تفوق تفوق توقعات العملاء. يعني ممكن تبقى حاجة فوق الخيال. لا، مش شرط. هي ممكن تكون نسبية. يعني ايه؟ مثلا الميزة التنافسية كتير جدا من الناس بيحبوا مثلا يشتروا المنتجات من بعض الاماكن اللي هي رخيصه الثمن او ذات الاسعار المنخفضه مقارنه بالايه؟ الناس اللي بتبيع في المولز وهكذا. فهنا من حيث السعر اهو، دي حاجه يعني مش حاجه ابداع ولا ابتكار، ولكن السعر اقل. يعني هنا بنقول ان ممكن تكون الخاصيه موجوده ومتوفره بس بتكون نسبيه. يعني انا اقارن السعر بتاعي باسعار المنافسين، اشوف الجوده بتاعتي مقارنه بجوده المنافسين، الحجم بتاعي بحجم المنافسين وهكذا. المنافسين على هنا نسبيه. يعني ايه؟ ان هي مش حاجه اختراع وما هياش حاجه لازم تكون يصعب تحقيقها بالنسبه لتوقعات العملاء يعني، ولكن هي عباره عن نسبيه اذا كانت مقارنه بايه؟ بالمنافسين، او اذا كانت احتياجات العملاء او المعروض في السوق مقبولا من العملاء بتميزه الايه؟ النسبي. طيب، في عندي انواع وابعاد المزايا التنافسيه. عندي نوعين من المزايا التنافسيه، يمكن دي اخر حاجه عندنا في هذا الفصل. انواع وابعاد المزايا التنافسيه. في عندي حاجه اسمها ميزه التكلفه الاقل، وفي ميزه التفرد.
يبقى انا ممكن اشتغل على حاجتين في حاله الايه المزايا التنافسيه، يا اما اشتغل على السعر والتكلفه، يا اما اشتغل على التميز في خاصيه معينه من خصائص المنتج. تعالوا نشوف، ممكن السرعه. خلاص ليه؟ يعني على سبيل المثال عندك دي اتش ال، وفي عندك انواع تانية اخرى من الايه من ارسال الطرود والحاجات دي. ممكن يكون دي اتش ال اسرعه، متميز بكده، مش شرط يكون ارخصهم، لا ممكن يكون متميز. انت محتاج حاجه سريعه، في هذه الحاله انت بتدور على التفرد او التميز في الجزئيه دي. طب تعالوا نشوف ميزه التكلفه الاقل. هنا بنقول ان بيستحوذ المشروع على ميزه التكلفه الاقل. امتى بقى؟ امتى اقول ان المشروع تكلفته اقل؟ اذا كانت تكاليفه المتراكمه نتيجه اداء الانشطه المنتجه للقيمه تقل عن نظيرتها عند المنافسين، زي ما جيت قلت لك كده. يعني انا عندي مثلا ناس عايزه تركب طيار او طيران، ممكن عندها الاماراتيه، المصريه، مش عارف السعوديه، وبيبدا يقارن ما بين التكاليف. ممكن تكون التكاليف كلها واحده، يعني تيجي في مرحله تلاقي ان الرحله ثلاثه ايه نفس التكلفه. خلاص يبقى احنا هنخش على ميزه تانية. لكن لو في اختلاف بقى في التكاليف، فانت هتعمل ايه؟ هتختار اقلهم. يبقى دي بسميها ميزه التكلفه الايه الاقل. يبقى التكلفه الاقل هو انت هتوصل، هتديني الخدمه، هتديني المنتج، بس التكلفه اقل. خلاص طيب هنا كمان قال لك بيحصل الكلام ده امتى؟ اذا استطاع المشروع مراقبه التكاليف والتحكم فيها بشكل جيد مقارنه بالمنافسين. يبقى المشروع نفسه لو قدر يتحكم في المنتج، او سوري يعني قدر يتحكم في المشروع نفسه ويتحكم فيه مقارنه بالايه بالمنافسين، دي بعتبرها ايه؟ بعتبرها ميزه طبعا، او تكلفه اقل. طيب بالنسبه لميزه التفرد او التميز، في هذه الحاله قال لك ان المشروع نفسه بيتميز عن المنافسين بخاصيه معينه، ممكن زي ما قلت لك كده السرعه، ممكن تكون الارخص، ممكن تكون الافضل، ممكن يكون الاحدث. ها يبقى في هذه الحاله بسميه الايه التفرد، فهو مقارنه بيه الايه المنافسين بيكون ايه متميز في جزئيه معينه. اديتك على كده امثله زي الطيران، زي مثلا الفنادق، زي المنتجعات السياحيه، الحاجات دي كلها دي بعتبرها ايه ليها خصائص فريده بتخلي العميل بيرتبط بالمنتج نتيجه ان في عوامل فيها تميز، زي ما قلت لك كده اذا كان افضل او اسرع او ايه او ارخص. طب الابعاد دي قال لك صنفها الباحثون الى 4 مداخل. قال لك في حاجه اسمها التكلفه، الجوده، الوقت، والمرونه. يعني الباحثين قالوا ان المزايا اللي ممكن يحصل فيها نوع من التفرد والتميز هي التكلفه من حيث ارخصهم، من حيث الجوده افضلهم، من حيث الوقت اسرعهم، من حيث المرونه. وكمان قال لك في بعض الباحثين اضافوا بعد اخر، او يعني بعد خامس، وهو بعد الايه بعد الابداع. احنا كده خلصنا المحاضره الثانيه، ولكن ممكن ندخل في يعني على سبيل المثال ان الفصل الثالث كبير شويه، وممكن ناخد منه جزء، ناخد مثلا جزء معين كده ونقف عند ايه، ممكن نقف عند الجزئيه دي بس، عند مراحل دراسه جدول المشروع هنوقف عندها الجزئيه دي. طب تعالوا نشوف الكلام ده كده، ان الفصل الثالث كبير، اسفه الفصل الرابع، الفصل الرابع كبير. تمام طب تعالوا كده نشوف ممكن ناخد فيه ايه. الفصل الرابع اللي هو بنسميه دور التسويق في مرحلة دراسة جدوى فكرة المشروع، والحقيقة احنا ممكن نقسمه على جزئين. ناخد كده
تعال نشوف في الفصل الرابع اللي هو الخاص بدراسة الإيه، دراسة أو دور التسويق في مرحلة دراسة جدول إيه، فكرة المشروع الصغير. هنا في عناصر الفصل بنقول إن في عندي، نتكلم على مفهوم دراسة الجدوى يعني إيه، نتكلم عن دراسات الجدوى المبدئية، نتكلم عن نموذج اسمه نموذج كانفاس للأعمال، في دراسة الجدوى التسويقية. يبقى أنا في الفصل الرابع ده أنا بتكلم عن دراسة الجدوى، فكل كلامي عن دراسة الجدوى. فيبقى هنا بقول دور التسويق في مرحلة دراسة جدوى فكرة المشروع الصغير، يبقى أنا بتكلم على دراسات الجدوى، سواء كانت دراسات الجدوى المبدئية أو دراسة الجدوى التسويقية. هنتكلم كمان على دراسة الجدوى التسويقية من حيث العناصر، سواء كان من حيث دراسة السوق، دراسة الطلب، مفهوم التنبؤ بالطلب وأهميته، صعوبة التنبؤ بالطلب، طرق التنبؤ بالطلب، تقدير حجم السوق المستهدف، وكتابة التقرير النهائي لدراسة الجدوى الإيه؟ التسويقية. يبقى أنا في هذا الفصل هنتكلم على دراسة الجدوى بالنسبة لفكرة المشروع الصغير من حيث دراسة الجدوى المبدئية ومن حيث دراسة الجدوى الإيه؟ التسويقية. تمام، تعالوا نتكلم على مفهوم أو تعريف دراسات الجدوى. يعني إيه كلمة دراسة الجدوى؟ بقول لك أنا عملت دراسة جدوى وبناء على دراسة الجدوى لاقي إن أنا إيه ممكن أكمل في المشروع وإن أنا إيه أطبق الفكرة. هنا قال لك تعرف دراسات الجدوى بأنها الدراسات التي توضع للتحقق من إن المشروع المقترح يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها لكي يمكن البدء في وضع خطة الأعمال الخاصة بها. يبقى كلمة دراسات الجدوى، أنا بعمل دراسات، هذه الدراسات ممكن تكون مالية، فنية، اقتصادية، تسويقية، كل أنواع الدراسات اللي ممكن أعملها عشان أتأكد إن المشروع المقترح اللي أنا حطاه أو الفكرة اللي أنا عايز أطبقها دي فعلا هينفع تنفيذها. لأن كتير إحنا حتى وإحنا بنعمل أبحاثنا بنقول إن الفكرة دي إحنا هي حاجة خيالية، صعب إن أنا إيه أحققها في أرض الواقع، فما ينفعش إن أنا أطبقها. لابد إنك تتأكد إن المشروع اللي أنت هتقوم بيه قابل للتطبيق ويمكن إيه إن أنا أطبقه في أرض الواقع. هنا بيقول إن الدراسات يعني توضع الدراسات على مراحل متتابعة. أنا عشان أعمل دراسة الجدوى مش مرة واحدة أعمل كده دراسة مالية ودراسة تسويقية ودراسة، لا، في مراحل معينة. فبجاوب على مجموعة من الأسئلة، 3 أسئلة أساسية عشان أقدر أقول إن أنا بعمل إيه دراسات جدوى بمراحل أو بشكل متتابع. بسأل سؤال، هل توجد موانع قهرية أولية تمنع مجرد التفكير في تقديم المنتج الذي سيقدمه المشروع الصغير إلى السوق؟ يعني هل أنا بسأل نفسي سؤال، يمكن الفكرة اللي أنا هقدمها للمشروع الصغير دي مش هتنفع، يعني ممكن نلاقي إن الفكرة دي مش غير صالحة للتطبيق، يبقى أنا كده الكلام اللي أنا بقوله مش مظبوط. تمام، يبقى في هذه الحالة أنا بقول بسأل نفسي سؤال، هل في حاجة تمنع من تطبيق الفكرة بتاعتي دي؟ وإيه السبب؟ إيه السبب في إنها يعني مش هتطبق؟ يبقى أنا لازم حد أقول كده، هل توجد موانع قهرية أولية تمنع مجرد التفكير في تقديم المنتج الذي سيقدمه المشروع الصغير إلى السوق؟ أشوف إيه في حاجات منع إن أنا الفكرة دي أو المشروع الصغير بتاعي مش هينفع يبقى موجود في السوق؟ إيه السبب؟ أو ممكن تكون من ناحية قانونية ممنوع، أو الناحية البيئية حفاظا على البيئة ما ينفعش إن أنا أعمل مشروع زي كده، خلاص. ممكن من الناحية الدينية ممنوع إن أنا أتناول هذه الأطعمة عشان هي محرمة دينيا، أو من الناحية الثقافية ضد التقاليد والعادات والأعراف الاجتماعية، خلاص. يعني ممكن تكون فكرة المشروع مقبولة على المستوى الكلي، ولكن لما تيجي بقى تمسكها تشوفها من الناحية القانونية تلاقيها مش نافعة، أو من الناحية البيئية أو الدينية أو يبقى مش هتنفع. يبقى إيه؟ عشان كده ممكن يحصل ايه معارضه لهذه الفكره، ومن اولها بقى كده ما طبقش المشروع، خلاص. ممكن على فكره، هل الموانع او الـ العوائق دي واحده؟
في كل الجهات او في كل الدول لا، ممكن تصلح لدولة ودولة تانية لا، ما ينفعش نتيجة اختلاف الثقافة واختلاف الايه العادات والتقاليد وهكذا. فهنا قال على سبيل المثال زي بالظبط الهند، الهند بتعبد البقر، ما بتدخلش مثلا على سبيل المثال المنتجات اللي هي اللحوم والحاجات دي، لان هم بيعوا يعني خلاص، يبقى هنا بالنسبه لهم ما ينفعش. هذه الحاله هنا قال لك على سبيل المثال قد نتقبل مذاق المأكولات معينه بالنسبه لنا احنا كشرقيين او في مجتمع معين، وممكن ايه في ناس تانية ما تتقبلش هذا الايه هذا المذاق، يبقى دي موانع نتيجه الايه اختلاف طبيعه الايه البلد. نسأل سؤال تاني، هل يمكن تحويل فكرة المشروع إلى نموذج للأعمال بشكل مبدئي؟ يعني ممكن أقول إن لب المنتج ده المقترح اللي هيقدمه المشروع الصغير إلى السوق شريحة مناسبة من العملاء تبرر الخوض في دراسته، هل فعلا إن أنا أقدر أحول فكرة المشروع ده إلى نموذج للأعمال بشكل مبدئي؟ ممكن؟ طب هل المنتج ده يلبي مثلا احتياجات شريحة معينة من السوق بحيث انها تبرر القيام به والخوض في دراسة الجدوى، يعني له سوق يعني من الاخر، له طلب المنتج ده، له المشروع ده هي لو تم تنفيذه له هيقدم خدمات او منتجات عليها طلب ولا لا؟ ده ايه السؤال الثاني. السؤال الثالث بسأل سؤال، هل فكرة المشروع مربحة؟ ودي اكيد اساسية مهمة جدا، لان بناء على فكرة المشروع لو ما كانتش مربحة يبقى بالتالي انا مش هخوض في المشروع ومش هقدر ان انا ايه اكمل فيه لانه مش هيديني العائد الايه المطلوب. خلاص ده الايه ده السؤال الثالث. طبعا الشكل ده بقى ان شاء الله باذن الله هنبدا بيه المحاضره القادمه ان شاء الله. يعني اشوفكم على خير باذن الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.